كانوا ب 13 فقيهم من ياكلهم؟ كان ب 8 ب 9 بين وجهه نظر هسه ما تكون ياكلهم، طلع عن الطريق ماله من ورا الشعير. زين ليش قبل سنتين كان ارخص؟ شنو السبب؟ الحكومه كانت تدعم شعير، تدعم العلف؟ ايه تدعمون. نعم هسه ماكو، هسه محارب. نعم محارب، ما يعطون كل شيء. والمسلخ هم فول الاسعار. يعني المسلخ فول الدب 10000 دينار يروح له، دب الغنم 10000 دينار، البقر 15. هذا مين احنا نستو من جبنا ولا نحمله على اللحم؟ والله نحن خاصه بالنينوى يعني عندنا نحن هاي الموسم رمضان كلش كلش طيبه، والاقبال يصير على العيد على الجيمر وعلى الشغلات وعلى الملابس. هاي كل سنه نحن عندنا هالايام ايام مباركه. شنو المطلوب، الجيمر ولا القشوه؟ والله هي الان ترغب الجيمر، هي الان ترغب الجيمر بالايام العيد خاصه. يعني من هسه يشترون؟ من هسه يشترون بس ما يشترون بكثره، لان هي ما تقاوم، ما مثل القشوه. القشوه الغنم تقاوم، بس الجيمر ما تخلى امبر تجمد. الجيمر تخليه بالثلاجه اكثر من ثلاث ايام شو يصير فيه؟ اكثر من ثلاث ايام، اربع ايام، خمس ايام ما تقاوم. ما تقاوم ابد، تمرمر. السياد انفتح بس بعده غالي. فلحد على مود السبب الطلب ضعيف علينا، يعني فتح سرة تمام عايجي وهذا، بس طلب ضعيف علينا حيل لانه غالي. اذا الدولار ما ينزل ما 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 صار كل شيء. يعني الدجاج يعني التركي بيش؟ والله التركي يمكن نزل له كرتون 10000 دينار 15000، بس اشو من شان احسن من قبل. يعني تتوقع انه يرتفع سعره العيد لو ينزل؟ لا لا نفس السعر هسه، بالعكس. عندنا البيض، هذا البيض كان ب 60 ب 70 الف، هسه الكرتون الحمد لله ب 48 الف 45 الف عم بيعه. يعني